يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على نوتفك اكس دي. اليوم جماعة بعطيكم كود بدلة الادمن الجديدة اللي نزلت. الكود رح يكون مقسم لثلاث اجزاء بالفيديو. يا جماعة بدون ما اطول عليكم، هلا بدي احكيكم عن المفاجأة اللي حكتها جوسب جيرل الادمن يا جماعة بالفيديو الماضي. اذا زي ما تتذكروا يا جماعة، قبل كم يوم تقريبا حكيت لكم عن الايميل اللي وصل، طبعا ايميل يوم الثلاثاء. جماعه كان بالايميل مكتوب انه في مفاجاه راح تصير في اللعبه. هلا يا جماعه في احتمالين: احتمال المفاجاه اللي بتصدرها كوزي بيكرل نزلت، يمكن اغلبيتكم هلا يكون شافها، اللي هي صوره البانيل تبع الصوره يا جماعه اللي تبع اليوني اللي بتنحط قدام بيتكم. على الاغلب يمكن احتمال هي، واحتمال لسه المفاجاه ما نزلت. على حسب كلام جوست بيكرل انه بالتحديث هذا راح ينزل كثير اشي نادر، يعني زي ما احكيكم هيك. احتمال تكون هي بتقصدها، واحتمال اشي تاني لسه ما نزل. هلا يا جماعة، هلا احنا حاليا بشهر ايلول، هلا بعدها يا جماعة بيجي شهر 10. هلا يا جماعة، التحديث حاليا احنا بتحديث عيد ميلاد اللعبة. على الاغلب التحديث الجاي راح يكون له علاقة يا اما بعيد الهالوين يا اما بكليتش اوف ليكر. هلا زي ما تعرفوا نزل قبل هيك تحديث عن، زي ما احكيكم، تحديث الرعب عفوا، كان فيه فلنت وكمان كليتش اوف ليكر كمان يا جماعة. هلا لانه لسه تقريبا باقي، يعني ما احكيكم على طول، بس انه لسه في وقت كثير لتحديث الهالوين، فما اتوقع على طول يجي، بس انه في احتمال يا جماعة. بس هلا ما بعرف، يعني احتمال بعد التحديث يجي تحديث لفليكر وكليتش تكملة التحديث. انتوا كمان اعطوني رأيكم تحت بالتعليقات يا جماعة، ايش تتوقع التحديث الجاي راح يكون؟ تتوقع المفاجأة اللي حكت عنها جوسب جيرل نزلت، يعني حاليا اللي هي الصور تبع البانيل تبع الصور تبع يوني، او قصدها تحديث، او قصدها مثلا تبع لولوكا؟ هلا ما بعرف، دام هاي حاكي انه سلالة وما سلالة، فيمكن احتمال باقة جديدة تنزل التحديث الجاي. انتوا اكتبوا تحت بالتعليقات يا جماعة رأيكم. بس هذا كان مقطع اليوم يا جماعة، اتمنى عجبكم. بس اشوفكم مقطع جديد، سلام.